وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرته وقضيت، فإنك تقضي بالحق يا مولانا ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك يا مولانا من جميع الذنوب والآثام ونتوب إليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا مذنبا إلا غفرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر العظيم، اعتق رقابنا ورقاب والدينا ووالدينا وكل من له حق علينا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وارفع دعاءنا يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.